بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. السيد رئيس الجمهورية، في صباح يوم مجيد تشرق شمسه بحب الوطن وتفوح نسماته بأطيب وأزكى مشاعر الولاء والانتماء، وتدق ساعته لتعلن قرب تخريج فتية ذوي أفئدة جسورة وعقول شغوفة بالزود عن أمن الوطن وحفظ مقدراته. رجال أشداء عظمهم عظم الأبطال، لطالما كانت أكاديمية الشرطة نصب أعينهم، شرفاً عظيماً فقدموا إليها حاملة أكتافهم رسالة الأمن بكل فخر وشرف وإباء. وإنه لمن عظيم احتفالنا اليوم تشريف سيادتكم حدثاً طال انتظاره، لتشهدوا تتويجاً لجهوداً مضنية كان حصادها رجال أحسن إعدادهم وثقلت قدراتهم. فتحية لكم سيادة الرئيس، رمزاً مخلصاً وزعيماً صادقاً تدافع عن الحق وتقود مسيرة البلاد نحو التنمية والتقدم. السيدات والسادة، إن ما تشهدونه اليوم لهو ثمار جهد مضطرد وعمل متواصل مضت فيه الأكاديمية نحو استكمال ما قد بدأته من تطوير وتحديث لمواكبة القفزات السريعة للدولة المصرية، مرتكزة في ذلك على ثوابت استراتيجية أمنية معاصرة. حفلنا الكريم اليوم تشاركوننا احتفالنا بدعم وزارة الداخلية بكوكبة جديدة من صفوة شباب مصر وخيرة جندها، حيث يتم تخريج 1193 من طلبة كلية الشرطة بنظام الأربع سنوات، منهم 48 طالب وافد من دولة فلسطين بنسبة نجاح بلغت 99.1%، وتخريج 1379 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 99.9%، جميعهم حصلوا على درجة الماجستير في القانون، وكذا تخريج عدد 146 طالبة من الحاصلات على شهادتي الليسانس في الحقوق والبكالوريوس في التربية الرياضية، جميعهن حصلنا على درجة الماجستير بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذا تخريج 313 طالباً وطالبة من قسم الضباط المتخصصين بنسبة نجاح بلغت 100%، وقد حصلوا جميعاً على دبلوم إدارة الأزمات والكوارث. كما تم تخريج عدد 20 طالباً من رعايا الدول الإفريقية الناطقة باللغتين الإنجليزية والفرنسية في إطار المنحة السنوية التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية سنوياً. أبنائي الخريجين، ربما لا تسعفني العبارات والكلمات وأنا أقف بينكم اليوم حاملاً مشاعر يملأها الفخر والعزة، ومعبراً عن صادق تهنئتي لكم بيوم عيدكم وفرحة تخرجكم، يوم تترسخ فيه القيم ويتجدد فيه المعنى الحقيقي لتواصل الأجيال. فأوصيكم جميعاً بأن تكونوا للوطن درعاً، وللحق زوداً، وللعدل سنداً، وللضعفاء عوناً، وللآثمين ردعاً. فاجعلوا مصر أمانة في أعناقكم، وسطروا بعظيم أعمالكم مسيرة عطرة للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان والتفاني في حفظ مقدساته. سيادة الرئيس، بأسمى مشاعر الإجلال والتقدير أتقدم لسيادتكم بعظيم آيات الشكر والعرفان لتشريفكم اليوم احتفالنا هذا بتخريج نخبة من رجال مصر. حفظكم الله قائداً وزعيماً للبلاد. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.